بيجي سبسي بيجي سبسي. نختار النهضة. نختار مجزوز. نختار حزب التحرير. سيد بيجي قايد سبسي. شهرة بجبوج. حركة النهضة. بيجي قايد سبسي. ما نختار حتى واحد. نختار الحرية كاو. بيجي قايد سبسي. حد ما نختار. صدفخني لا نختار حتى نسبة. نختار حتى حد ما. لا. أنا حاليا ما نجمش نختار حتى واحد لأن هذا البيجي قايد سبسي لأنه تو في الوقت الراهن ما فهمش حتى مسار واضح اللي يخليك تختار الواحد منهم. بيجي قايد سبسي 100% اللي أنا نختار النهضة. النهضة نختار حتى واحد فيهم. قايد سبسي النهضة. بيجي قايد سبسي. بيجي سبسي. ما نختارش منهم الزوز حتى واحد ما صوتش. ما غايت الرابع. هاي دونك انت شكون تختار؟ نختار النهضة. نختار بيجي قايد سبسي. بيجي. بيان سور النهضة. حركة النهضة. بالطبيعة حركة النهضة. خاطر النهضة تمشي مرها برجلة. الزوز ما نختارهمش. عليك. حقيقة ما يقنعوش إلى حد الآن. حركة النهضة ما تقنعنيش. بيجي قايد السبسي هو معناها يلم بقايا النظام السابق. وبالنسبة لي أنا نشوف الخيار والبديل نكون هو حزب العمال. البيجي. كنت ضابط في الجيش والجيش ممنوع علينا لا انتخابات ولا أحزاب. ومن بعد ما خرجت من الجيش ما نشبع على شيء نشبع عليه. نختار حركة النهضة. علاش؟ والله على خاطر ما عنديش فكرة على الباجي قائد السبسي. والفكرة اللي ماخذ على الباجي قائد السبسي انه كان تابع النظام السابق. المنطق انه السبسي يحمل تاريخ وراه سكلاسي شوفوا حاجة جديدة. والله بالنسبة للباجي قائد السبسي ما نختارش. علاش؟ خاطر قال بعد 23 اكتوبر ما عادش تشوفوا لي وجه. معناها هنا ثم فقدان في المصداقية. بالنسبة لحركة النهضة والله عندك خيار ثالث معناها في مخك؟ عندي خيار ثالث. نختار الباجي قائد برجلي. عليه؟ على خاطر الباجي قائد تيتي هو من عهد برجلي. نهضة بالطبيعة. باجي قائد سبسي. لا باجي قائد سبسي. نختارهمش الاثنين برجولة. نهضة يا شفت. ما نختارهمش الاثنين. النهضة لها علاقة وباجي قائد السبسي أكثر منها في العالم.